أيهما أشد عذابا، العصاة أم المبتدعون؟ المبتدعون أشد، لأن البدعة أشد من المعصية، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يتوب، أما المبتدع فقليلا ما يتوب، لأنه يعني يظن أنه على حق، خلاف العاصي هو يعلم أنه عاصي وأنه مرتكب لمعصية، أما المبتدع هو يرى أنه مطيع وأنه على طاعة، لذلك صارت البدعة والعياذ بالله شر من المعصية. ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة، لأنهم يؤثرون على من جالسهم، خطرهم شديد. لا شك أن البدعة شر من المعصية، وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر العاصي. نعم. حسب الجماعة، الجماعة اللي عندها مخالفات كبيرة يعتبر مبتدع، أما اللي ما عندها مخالفات سهلة يسيرة يعتبر هذا خطأ، يعتبر بدعة يعتبر خطأ. نعم. وهدينا وإياكم سبيل الحق. نعم.